أعزائي طلاب الفرقة الرابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة فتحية شمس الدين، مدرس بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية. إن شاء الله موضوع محاضرتنا اليوم عن المينتال هيلث أند المينتال إلنس، الصحة النفسية والمرض النفسي. هي محاضرة بسيطة جدا وإن شاء الله هتستفادوا منها. الأوتلاينز اللي هنتكلم فيها Introduction، Definition of health، Definition of mental health، Characteristics of people with good mental health، Concepts of positive mental health، Definition of mental illness، Types of mental illness، Signs and symptoms of mental illness، Risk factors contributing to mental illness، Classification of mental illness، Comparison between neurosis and psychosis، Management of mental illness، role of psychiatric nurse toward mental health promotion according to three levels of prevention. اول حاجة هنعرف يعني ايه health، يعني ايه صحة. الhealth as a state of complete physical, mental and social well-being، هي حالة من التكامل الجسمي العقلي الاجتماعي، سلامة جسمية وعقلية واجتماعية، وليست مجرد الخلو من المرض أو الإعاقة. What is the mental health؟ ما معنى الصحة النفسية؟ Mental health is a state of cognitive, behavioral and emotional well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and is able to make a contribution to his or her community. بمعنى عبارة عن ايه الصحة النفسية؟ حالة برضو من السلامة العقلية، ان هو يتمتع بصحة العقل، سلامة السلوك، السلامة النفسية. بيقدر الشخص ان هو يدرك ايه هي قدراته، يقدر ان هو يتكيف مع الضغوط الحياتية، يقدر ان هو يشتغل وينتج. تمام كده. ايضا الصحة النفسية هي عبارة عن حالة شبه مستقرة. بمعنى ايه؟ الفرد بيكون فيها متوافق نفسيا واجتماعيا مع نفسه ومع بيئته، بيشعر فيها بالسعادة مع نفسه ومع الاخرين، بيقدر ان هو يحقق ذاته ويستغل قدراته وإمكانياته إلى أقصى حد ممكن. بيقدر أيضا إن هو يواجه مطالب الحياة، وتتميز الشخصية بتاعته بإن هي بتكون متكاملة وسوية. فإذا الصحة النفسية هي حالة إيجابية بتتضمن التمتع بصحة العقل والجسم. Other definition of mental health. It can be defined as the adjustment of a person to other human beings and to the world around him with a maximum effectiveness and happiness. The WHO stressed that mental health is more than just the absence of mental disorders or disabilities. إن الشخص يقدر إن هو يتكيف مع الكائنات البشرية الأخرى، الناس اللي حواليه، يقدر ان هو يحب الناس اللي حواليه، ان هو يرضى عن اللي حواليه ويتوافق مع المجتمع اللي بيعيش فيه، يقدر ان هو ايضا يشعر بالسعادة والرضا مع الآخرين بأقصى قدر من الفعالية والسعادة. منظمة الصحة النفسية أكدت أن المينتال هيلث، الصحة النفسية، مش مجرد الخلو من المرض النفسي أو الإعاقة، ليست مجرد غياب المرض النفسي أو الإعاقة. نأكد على النقطة دي يا شباب، أن الصحة النفسية ليست، مش معناها أن أنا أدام ما عنديش مرض نفسي يبقى أنا كده إيه عندي مينتال هيلث، لأ. Characteristics of a person with good mental health. خصائص الشخص الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة. Number one,
they feel comfortable about themselves. الشعور بالرضا والراحة تجاه النفس. Can cope with life disappointment. إن هو يقدر يتكيف مع خيبة الأمل في الحياة. طبعا كلنا بيبقى عندنا أهداف، عندنا أحلام، سواء كانت متعلقة بالأسرة، بالشغل، بالمدرسة. ممكن الأحلام دي تتعرض للفشل، للضياع، وتوصل بالشخص إن هو يحصل له حالة من الإحباط، حالة من الاكتئاب. لو الشخص ده متمتع بصحة نفسية جيدة هيقدر إن هو يواجه خيبة الأمل، يقدر إن هو يتعامل معاها بكل إمكانياته، بكل قوة إرادته وبتفكيره الإيجابي. Deal with most situation. بيقدر أيضا إن هو يتعامل مع معظم المواقف. لو تعرض لمشكلة ما بيقدر إن هو يعمل solve problems، يقدر إن هو يعمل make decisions، يقدر ياخد قرار. Know own their limitation and assists. بيبقى عارف ايه هي حدوده، عارف ايه هي نقط القوة عنده ونقط الضعف، وبيشتغل على اساسها. accept own their shortcomings. الشخص الصحيح نفسيا بيقدر ان هو يفهم نفسه كويس، بيحترمها ويتقبلها، بيعمل تقييم موضعي لقدراته وامكانياته، ولو في اي قصور او في عجز عنده بيبقى فيه قبول، بيتقبل العجز والكسور ده. Get satisfaction from simple everyday pleasure. الشعور بالرضا من الملذات اليومية البسيطة. لو حاجة كويسة حصلت له أثناء اليوم، لو حتى لو بسيطة، بيحس بالرضا تجاهها. Number two, they feel right about other people. الشعور بحقوق الآخرين. Able to love and consider the interests of others. إن يقدر إن هو يحب الآخرين، يثق فيهم، يحترمهم، يتقبلهم. Have satisfying personal relationship. بعنده قدرة على إقامة العلاقات الاجتماعية، علاقات تبقى سليمة ومستمرة، ويقدر إن هو يكون صداقات. Respect the individual differences. إن هو يتقبل ويحترم مبدأ الفروق الفردية. ان مش كل الاشخاص واحدة، الشخصيات بتختلف، قدراتها بتختلف، الكل ليه شخصية معينة وليه قدرات معينة. Feel a sense of responsibility to others. ان هو الشعور بالمسؤولية تجاه الاخرين، يبقى عنده قدرة على التضحية، يقدر ان هو يخدم الاخرين، عنده قدرة على التعاون، يقدر ان هو يتحمل المسؤولية الاجتماعية. كان في الابارت اوف جروب. ان هو يبقى عنده تفاعل اجتماعي سليم، ان هو يحس ان هو عايش في مجتمع وليس لوحده، يتعامل مع الاخرين. نمبر 3، they are able to meet the demons of life. القدرة على مواجهة مطالب الحياة. accept their responsibilities. تقبل المسؤولية. plan ahead and don't fear the future. هو يقدر يحط خطة بناء على أهدافه وما يخافش من المستقبل. welcome new ideas and experience. الترحيب بالأفكار والخبرات الجديدة. make their own decision. هو يستطيع اتخاذ القرارات بنفسه. make realistic goals for themselves. ان هو يضع اهداف حسب طموحاته. ازاي يقدر ان هو يواجه مطالب الحياة ايضا؟ يبقى عنده نظرة سليمة للحياة، لمطالبها، لمشكلاتها اليومية. يبقى عنده مرونة ايجابية في مواجهة الواقع، عنده قدرة على مواجهة الإحباطات اللي بتحصل في الحياة اليومية، يقدر ان هو يتغلب على مشكلات الحياة ويقدر ان هو يحلها ويواجه معظم المواقف اللي بيقابلها. عنده قدرة وتحمل المسؤوليات الاجتماعية.
وعنده السيطرة، القدرة على السيطرة على الظروف الايه البيئية والتوافق معها. نمبر 4 they have emotional maturity. يبقى عنده تكامل نفسي، نضج نفسي. Having the capacity to adapt to change. عنده القدرة ان هو يتكيف مع اي تغيير بيحصل في حياته. Having the ability to deal with reality. عنده القدرة ان هو يتعامل مع الواقع. Having a relative freedom from symptoms that are produced by tension and anxiety. يبقى خالي من الأعراض اللي بتتسبب بالضغوط النفسية والتوترات والانكزايتي، ويبقى عنده التولرانس، القدرة ان هو يتحمل اي ضغوط نفسية بيتعرض لها او اي قلق بيتعرض له. Concepts of positive mental health. مفاهيم الصحة النفسية الإيجابية. Number one, positive attitude towards the individual self. المفهوم الإيجابي تجاه النفس. المفهوم الإيجابي تجاه النفس. Mean the ability to accept our self and know our limitation with proper self-esteem. بمعنى إيه؟ إن الشخص يبقى عنده القدرة ان هو يفهم ذاته كويس، يتقبلها، يحترمها، يبقى عارف ايه هي قدراته وامكانياته ويستغلها الى اقصى حد ممكن، يبقى عارف ايه هي حدوده، يبقى عنده ثقة بالنفس عشان يقدر ان هو يوصل للنجاح اللي هو عايزه، يبقى عنده رضا بالنفس، عنده كفاية، عنده إنتاج. Number two, growth, development and self-actualization. النمو والتطور وتحقيق الذات. Mean it is the ability to plan for future and to use his maximized capabilities outside interests and relationships and to move forward. معنى ان الشخص يكون عنده قدرة على التخطيط من المستقبل، ما يخافش من المستقبل، يحدد ايه هي اهدافه وبناء على الاهداف يحط خطة مستقبلية. And to use his maximized capabilities، ان هو زي ما انا قلت قبل كده يعرف ايه هي قدراته، طاقاته، امكانياته ويستغلها الى اقصى حد ممكن. يستخدم علاقاته الشخصية، اهتماماته، عشان ان هو يحقق اهدافه وايه ويتقدم للامام. نمبر 3 انتجريتيف كاباسيتي. القدرة التكاملية او التكامل الشخصي او التكامل النفسي. Means the ability of the individual to tolerate tension and frustration. ان هو يبقى عنده القدرة على انه يتكيف مع اي change بيحصل له في الحياة، يقدر ان هو يبقى فيه contact with reality، ان هو يتعامل مع الواقع اللي هو عايش فيه، بالتالي يبقى عنده القدرة على ايه تحمل اي ضغوط نفسية بيتعرض لها او اي احباطات. Number 4 autonomous behavior، اللي هو السلوك المستقل. ان يكون الشخص سلوكه ذاتي. بمعنى ايه سلوكه ذاتي؟ is the ability of the individual to be independent and to make his own decision without any external influence and to behave according to his value system. ان هو يكون عنده القدرة على الاعتماد على ذاته، ان هو يكون شخصية مستقلة، يعتمد على ذاته في كل حاجة، يعني اي حاجة عايز يعملها يعتمد على نفسه، يعملها بنفسه، ويقدر ان هو ياخد قراراته بنفسه بدون التأثير من اللي حواليه. مش اي قرار يرجع للي حواليه، انا عايز اعمل كذا، انا هسأل صاحبي عشان يقولي اعمل كذا ولا لا. And to behave according to his value system، ان هو بيتصرف وفقا لمبادئه وقيمه.
نمبر 5 في البرسبشن اوف رياليتي، ادراك الواقع. The person distinguishes fact from fantasy, the real world from a dream world, and act accordingly. He can perceive his world including other people clearly and objectively. الشخص مننا لو أراد أن هو يتمتع بحياة نفسية سليمة وسوية وعقل قادر أن هو يستعيب، فعنده قدرة على استعابة الحياة، فلابد أن هو يدرك أو يواجه الواقع اللي هو عايش فيه كما هو، يقدر يفرق ما بين الايه، يميز ما بين الواقع عن الخيال، العالم الحقيقي من عالم الاحلام، ويتصرف وفقا لذلك. يبقى مدرك للعالم اللي حواليه، بعرف ان في ناس عايشه معاه مش هو بس اللي عايش لوحده، يقدر ان هو يواجه الواقع بانه يتقبل وضعه الحالي، يبقى صادق مع نفسه، يبقى عارف ايه هي اخطائه، ويقدر ان هو يتعامل مع اللي حواليه. نمبر 6 ماستري اوف وانس انفايرمنت، التمكن من البيئه او ازاي اتعامل مع البيئه. The person is effective and creative in dealing with and influencing the environment. It also includes the ability to solve problems, to adapt and adjust to changes. بمعنى ايه؟ ان الشخص يجب ان يكون عنده ذكاء اجتماعي. يعني ايه ذكاء اجتماعي؟ ان هو يكون عنده قدرة على بناء علاقات اجتماعية قوية وناجحة، يقدر ان هو يتعايش مع مختلف البيئات الاجتماعية، يعرف ازاي يتعامل مع الناس بمختلف شخصياتهم، ايضا لما يواجه اي احباطات او مشكلات يومية في حياته يقدر ان هو يعمل سولف بروبلمز، ان هو يحل المشكلات ديت ويتعامل معها، يقدر ان هو يتأقلم او يتكيف مع اي تغيير بيحصل له في حياته. بمعنى ايه؟ ان هو يتقبل التغيير ده، يقدر ان هو يواجه مخاوفه، يركز ان هو يطور نفسه، يطور قدراته من خلال التغيير اللي بيمر بيه ده، لاني ممكن التغيير اللي بيحصل له ده يكون فرصة ان هو يتعلم شيء جديد. نمبر 8 tolerance of life's uncertainties، يعني القدرة على مواجهة صعوبات الحياة او شكوك الحياة. facing the challenges of day to day living with hope and positive outlook، ان الشخص يقدر يواجه صعوبات الحياة اللي بيمر بيها، يتغلب على مشكلاتها، يقدر ان هو يحلها، ينظر اليها بنظرة سليمة وايجابية، يبقى عنده تفكير ايجابي، يتعامل معها بهدوء. ازاي؟ ان هو يتقبل نتائج الامور اللي بتحصل له، يعني المشاكل لو قابل صعوبات او يتقبل نتائجها سواء كانت هتفيده او هتضره، ويتعامل معها ان هي تجربة، ان هو ممكن يتعلم منها وتكون فرصة ان هو تساعده ان هو يبقى عنده قدرة على اتخاذ قرارات صحيحة وسليمة. نمبر 9 ستريس مانجمنت، التعامل مع الضغوط النفسية او ادارة الضغوط النفسية. tolerating the stress provoking situations in an adaptive creative and flexible way، ان الشخص ده يبقى عنده القدرة ان هو يتعامل مع الضغوط النفسية، يتحمل اي احباطات، اي توتر، ضغوط نفسية، قلق بيتعرض ليه. في طرق كتيرة عشان ان هو يتغلب على الضغوط النفسية دي، منها ان هو مثلا يبعد عن العلاقات
اللي ممكن تسبب له الايه التنشن التوتر ده. يبدأ ان هو يحدد مسؤولياته، يشوف ايه هي الامور اللي مفروض ان هو يقوم بيها، يعبر عن نفسه، يعبر عن مشاعره، يتكلم مع الاخرين، يبص لأي مشكلة، ينظر إلى أي مشكلة بطريقة إيجابية، بطريقة سليمة. يقدر يبقى عنده تفكير إيجابي، يقدر إن هو يتعامل ويحط خطط كويسة إن هو يحل بيها المشكلة، يتقبل الأمور التي لا يمكن تغييرها، إن هو يتعلم التسامح. يعني ان في امور عارف ان الشيء ده مش هينفع ان هو يتغير، خلاص اتقبله عشان اقدر ان انا اواجه اي مشاكل، اي ضغوط ان انا ممكن اتعرض لها. نتكلم عن المينتال إلنس. ايه هو الديفينيشن اوف المينتال إلنس؟ المينتال إلنس اللي هو المرض النفسي can be defined as health conditions or disturbances in a person's feeling, thinking, or behavior, or a combination of these that reflect a problem in mental function. Mental illness are treated with stress and or problems functioning in social work and family activities. بمعنى المرض النفسي هو عبارة عن اضطراب في مشاعر الشخص، تفكيره، سلوكه، بيأثر طبعا وبينعكس على ايه، على العقل، بيعمل لي اضطرابات طبعا في وظائف الايه، في وظائف العقل، وايضا بيسبب لي مشاكل او بيعوق الرول الانسان اللي بيقوم بيه، سواء في السوشيال في المجتمع، سواء في الورك في الشغل، سواء في الفاميلي في الاسرة. والمرض المرض النفسي هو عبارة عن اضطراب وظيفي في الشخصية، بيظهر فيه صورة أعراض نفسية طبعا بيأثر على سلوك الشخص، بيعوقه عن ممارسة الحياة الطبيعية في المجتمع اللي بيعيش فيه، بيعوقه عن التوافق النفسي، ما بيقدرش ان هو يتوافق مع نفسه ولا يتوافق مع البيئة اللي بيعيش فيها، او التوافق مع الأسرة والمجتمع اللي بيعيش فيه. ايه هي الميجور تايبس اوف المينتال انس؟ في انواع متعدده من المرض النفسي او الاضطرابات النفسيه، ان شاء الله هيتم شرحها ليكم في المحاضرات النظري الاخرى بتفصيل. زي ايه؟ الدبريشن، الاكتئاب، انكزايتي، القلق، المود ديس اوردرز، الاضطرابات المزاجيه، البيرسوناليتي ديسوردر، اضطرابات الشخصية، الاسكيزوفرينيا، مرض الفظام، الايتينج ديسوردر، اضطرابات الاكل النفسية، ادكتيف بيهافير، الادمان. الساينز اند سيمبتومز اوف المينتال انس، ايه هي اعراض وعلامات المرض النفسي؟ نمبر 1، تشينجز ان سليب، ابيتايت اند انرجي ليفل، بيبقى فيه تغيير في النوم، يعني ممكن يبقى فيه هايبوسومنيا، في هايبرسومنيا، في انسومنيا، تشينج في الابيتايت، ممكن يبقى في انكريس في الابيتايت، في ديكريس في الابيتايت، كذلك في الانرجي ليفل، ممكن يبقى المريض يبقى هايبو اكتيف او هايبر اكتيف. نمبر 2، سيفير مود سوينجز، بقى فيه تقلبات مزاجيه شديده، يعني تلاقي المريض شويه سات، شويه حزين، شويه هابي، زي مريض المانيا كده، مريض الهوس. نمبر 3، بيرسيستنت سوتس اور كومبالجنز هيرينج فويس، بيبقى فيه ديليوجن وهالسونيشن، بيبقى فيه ضلالات، والضلالات ليها تايبس كتير، انواع كتير ان شاء الله هتاخدوها. في اوبسيسيف كومبالجنز، افعال الزاميه او اكراهيه، في اوديتوري هالسونيشن، هلاوة السمعية. نمبر 4، سوشيال ويزدرول، الانسحاب عن المجتمع، في انعزال عن المجتمع،
خصوصا زي مريض الديبريشن كده، وده مريض الاسكيزوفرينيا بيبقى في انطواء عن المجتمع. نمبر 5 feeling sad hopeless or agitated، الشعور طبعا بالحزن، فقد الامل، ممكن يبقى فيه agitated، فيه هياج، aggression زي مريض المانيا كده. having trouble performing everyday tasks، طبعا ما بيقدرش يقوم بالactivity of daily living، المهام اليومية بتاعته. بعد كده wanting to hurting him self or others، بقى عنده رغبة في إيذاء نفسه وإيذاء الآخرين. inability to cope with problems and daily living activity، ما بيقدرش ان هو يواجه او يتعامل مع المشاكل اللي بتحصل له في حياته اليومية. excessive anxiety، suspiciousness، blaming others، بقى عنده قلق شديد، بقى عنده شكوك، بقى عنده لوم للآخرين. آخر نقطة عندي الـ abuse of alcohol or drugs، يتعاطى بقى الأدوية والمخدرات. risk factors contributing to mental illness، إيه هي العوامل المسببة للمرض النفسي؟ number one biological factors، عوامل بيولوجية زي إيه؟ anatomy and physiology of brain of central and central nervous system، التشريح والفسيولوجي بتاع المخ والجهاز العصبي المركزي. any abnormal balance in special chemicals in the brain neurotransmitters that help nerve cells to align with each other result in mental illness، ان هنا المرض النفسي بيجي نتيجة ان بيبقى فيه imbalance، عدم توازن في اللي هي النيوروترانسميتر. النيوروترانسميترز ديت اللي هي الناقلات العصبية، دي عبارة عن كيميكال سابستانس، مواد كيميائية بتبقى موجودة في المخ، وظيفتها ايه؟ ان هي بتعمل كوميونيكيشن بتوين الايه النيرف سيلز، بتعمل تواصل ما بين الخلايا العصبية وبعضها. فلو حصل زيادة او نقصان في النيوروترانسميترز ديت زي الدوبامين، زي السيروتونين، زي النور ابنفرين والابنفرين والجابة، هيتسبب في حدوث المرض النفسي. ايضا من البيولوجيكال فاكتورز ان يبقى فيه ديفكتس او انجري للبرين، لو حصل ان الشخص ده تعرض ليه الاصابات الدماغية او في عيوب خلقية في البرين، بيبقى عرضة برضو للمنتال إلنس، المرض النفسي. تاني حاجة من البيولوجيكال جينيتك، الوراثة. الوراثة بيبقى ليها رول في حدوث المرض النفسي، زي السكيزوفرينيا كده، زي المرض اللي هو الفصام. لو مثلا الأب أو الأم في الأسرة أحد منهم مصاب بالسكيزوفرينيا، فالأبناء بيبقوا عرضة إن هم يصيبوا بالمرض، اللي هي الفيرست ريليتيف ديجري، اللي هي القرابة من الدرجة الإيه الأولى. فإذا هنا الوراثة بيبقى ليها رول في حدوث المرض النفسي. أيضا من العوامل البيولوجية الفيزيكال هيلث أند نيوتريشنال ستيتس، الحالة أو الصحة الجسمية والحالة الغذائية. الفيزيكال هيلث كان انفلونس هاو بيرسون ريسبوند تو سايكو سوشيال ستريس اور ايلنس، ذا هيلثير بيرسون تيك جود نيوتريشن ادكويت سليب اند ميك ريجولار اكسرسايز فري فروم فيزيكال ايلنس كان كوب ويز الاستريسفول سيتويشن. بمعنى ان لو الشخص سليم جسمانيا هيقدر ان هو يتكيف مع الضغوط النفسية، وهيبقى أقل عرضة للتعرض للمرض النفسي. لما يتغذى كويس، ينام كويس، يعمل تمارين باستمرار، يبقى خالي من أي مرض جسماني.
النقطة الأخيرة عندنا في البيولوجيكال فاكتور وهي البري نيتال أند النيو نيتال، المشاكل اللي ممكن تحصل قبل وبعد الولادة زي إيه؟ بور بري نيتال كير أند الإكسبوجر أوف بريجننت وومن تو توكسينز إنفكشن لايبل هير فيتوس تو مينتال إلنس لاتر، بمعنى إيه؟ سوء الرعاية قبل الولادة أثناء الحمل، تعرض الأم الحامل للسموم، تعرضها للعدوى، ده بيعرض الجنين فيما بعد إلى الإصابة بالمرض النفسي. تاني حاجة، any trauma or loss of oxygen to the brain at the time of birth may be factor in the development of certain condition e.g. autism. أيضا تعرض الجنين أثناء الولادة لأي تروما بقى زي البرين تروما، صدمات الدماغية أو تعرض لنقص الأكسجين، ده ممكن يسبب لي أنواع من الأمراض النفسية زي مرض التوحد الأوتيزم. تالت حاجة، الأكسبوجر أوف الإنفانت تو الإنفكشن ريكارنت أنون فيفر برين تروما ميك الإنفانت لايبل تو سيريتن منتال ديسوردرز، تعرض الطفل الرضيع للعدوى المتكررة، للحمى المتكررة الغير المعروفة، الصدمات أو الخبطات الدماغية، ده بيعرض الطفل للإصابة ببعض الأمراض النفسية. نمبر 2 psychological factors، العوامل النفسية. زي إيه العوامل النفسية؟ negative nurturing during childhood like maternal deprivation parental rejection and early communication failures this leading to the child become poor self esteem and poor communication skill. بمعنى ايه؟ التنشئة الغير سليمة اثناء فترة الطفولة، لو حصل مثلا حرمان من الام، رفض الوالدين للطفل، سوء المعاملة مع الطفل، العنف مع الطفل، التفرقة ما بين الأبناء وبعضها، دي كلها عوامل ممكن تسبب أن الطفل يبقى عنده ضعف الثقة في النفس، وبتضعف عنده مهارات التواصل، ما بيقدرش أن هو بعد كده يتفاعل ويتعامل مع اللي حواليه، وطبعا بتأثر على نفسيته وممكن يدخل في اضطرابات نفسية. نمبر 3 سوشيو كالتشرال انفايرومنتال فاكتورز، العوامل المرتبطة بالبيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد. زي ايه؟ housing problems such as poor housing، العوامل او المشاكل اللي هي متعلقة بالمسكن، مثلا عدم وجود مسكن، ما فيش مكان ان هو الشخص ده يعيش فيه، المسكن مش ملائم لعدد مثلا افراد الاسرة، مش مناسب. تاني حاجة economic level such as poverty، الحالة الاقتصادية زي الفقر. تالت حاجة occupational problems، مشاكل متعلقة بالوظيفة، ان هو مثلا الشخص ده دايما بيتعرض لضغوطات في الشغل، عنده مشاكل دايما، في فشل مثلا في الوظيفة، في عدم وجود وظيفة، مش لاقي شغل يشتغله. رابع حاجة social link of support system، مبقاش في social support، مفيش دعم من المجتمع او مساندة اجتماعية للفرد ده. or cultural expectations values and beliefs، ان بيبقى في عوامل ثقافية زي القيم والمبادئ اللي بيفرضها المجتمع على الفرد، وبيقدرش الفرد ان هو يتكيف ويتفاعل مع هذه العوامل، فبالتالي بتؤدي الى شعور الشخص ده بالاحباط، شعوره بالتعقيد تجاه هذا المجتمع، مما يتسبب في التعرض الى المشاكل النفسية الكثيرة. classification of mental illness، number one النوروسيس also called psychoneurosis اللي هو مرض العصوب.
معناه ايه؟ A chronic disorder causing irritability of the nervous system and characterized by anxiety which causes the people to have unreasonable fears and worries over a long period of time. اضطراب مزمن بيسبب اضطرابات في الجهاز العصبي، وايضا بيسبب اضطراب في السلوك نتيجة التعرض للاسترس الضغوط المستمرة، مما يتسبب في شعور الشخص بالانكزايتي بالقلق والشعور بالمخاوف المستمرة لفترة طويلة. هنا في فرق ما بين المرض العصبي والمرض العصبي. المرض العصبي بيبقى سببه نفسي، زي التعرض زي ما انا قلت، الصدمات النفسية، الاحداث الأليمة، اضطرابات الشخصية. اما المرض العصبي ده عبارة عن تلف او اضطراب في المخ والجهاز العصبي، بيبقى سببه عضوي وليس نفسي. نمبر 2 سايكوزيس، المرض العقلي او مرض الذهان. A serious mental illness as schizophrenia characterized by an impaired relationship with reality. It's a symptom of serious mental disorders. People who are experiencing psychosis may have either hallucinations or delusions. مرض الذهان هو بيعتبر من الأمراض النفسية الخطيرة، ومنها مرض الفصام. بتتميز ان بيبقى فيه loss of contact with reality، فقد التواصل مع الواقع، فقد الادراك للواقع. ايضا مرض السايكوزيس بيبقى عبارة عن اضطراب يحصل في كيمياء المخ، ان بيبقى فيه imbalance في النيوروترانسميترز، الناقلات العصبية الموجودة في المخ، لإما بزيادة لإما بالنقصان، مما تؤدي إلى اضطرابات بتحصل في الشخصية. بتظهر في صورة خلل شديد، في طبعا بتأثر على التفكير، بتأثر على القوة العقلية، وتؤثر أيضا على قدرة الشخص إن هو يدرك الواقع إدراك صحيح. أيضا بيبقى موجود هلاوس، بيبقى فيه أفكار خاطئة أو أوهام اللي هي الضلالات، بتؤدي إلى إعاقة الفرد إن هو يقدر إن هو يتكيف مع البيئة والمجتمع اللي بيعيش فيه. Comparison between neurosis and psychosis. إيه الفرق ما بين العصاب والذهان؟ Number one، البرسوناليتي، الشخصية. في النيروزيس بتبقى little change or normal، ممكن يحصل تغيير مفاجئ في الشخصية أو ممكن ما يحصلش أي تغيير. أما السايكوزيس بيبقى فيه ماركت تشينج، بيبقى فيه تغيير شديد في الشخصية. نمبر 2 ثينكينج، من حيث التفكير، في النيروزيس بيبقى فيه سلايتلي ديستربد، بيبقى فيه اضطراب خفيف، إن حصل اضطراب في التفكير بيبقى فيه صورة وساوس. اما في السايكوزيس بيبقى ماركت ديستورتد، بيبقى فيه اضطراب شديد وواضح في التفكير، طبعا بيظهر في صوره ديليوجنز، ضلالات. نمبر 3 كونتاكت ويز رياليتي، الاتصال بالواقع. هنا في النيروزيس بيبقى فيه كونتاكت ويز رياليتي، بيبقى مدرك الواقع اللي بيعيش فيه. اما في السايكوزيس بيبقى فيه لوس في الكونتاكت، بيفقد الكونتاكت ويز رياليتي، مبقاش فيه تواصل بالواقع اللي عايش فيه. نمبر 4 الاورينتيشن، الادراك. في النيروزيس بيبقى انتاكت، بيبقى الشخص مدرك، عارف الوقت، عارف المكان، عارف الاشخاص اللي حواليه. اما في السايكوزيس بيبقى فيه لاكنج في الاورينتيشن، بيبقى ديس اورينتد بالوقت والمكان والاشخاص. نمبر 5 الانسايت، البصيره. في النيروزيس بتبقى جود، بتبقى كويسة، بتبقى البصيرة سليمة وبتظل في حدود الطبيعي، بيدرك المريض حالته وبأنه بيحتاج لعلاج. أما السايكوزيس بتبقى
partial or leaking بتبقى جزئية او بقاش في انسايت، بيبقى بقاش في عنده بصيرة، بتبقى مضطربة يعني عادة، وممكن تبقى سليمة في اول المرض يعني. نمبر 6 perceptual disturbance اضطراب الادراك في النوروسيس، بقاش في اي هالسونيشنز، بقاش المريض عنده اي هلاوس. اما في السايكوسيس بيبقى frequently present، بيبقى دايما بيبقى عنده هلاوس، بيبقى عنده هالسونيشن. نمبر 7 المود المزاج في النوروسيس بيبقى رياكتيف، بيبقى ممكن يحصل اضطراب ولكن بيكون خفيف. اما السايكوسيس بيبقى ديستوردد، بيبقى في اضطرابات شديدة في المزاج. طب زي ايه التايبس اوف نيروزيس؟ انواع النيروزيس عندنا زي الانكزايتي، القلق، الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، الوساوس القهرية، بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، الديسوشيتيف ديس اوردر، اضطرابات الانفصالية. اما السايكوسيس زي ايه؟ زي الاسكيزوفرينيا، زي مرض الفصام، والديليوجنال ديس اوردر، الاضطرابات الضلالية. مانجمنت اوف مينتال انس، علاج الامراض النفسية. المينتال انس كان بي تريتد باي فيريس ثيرابيز، اس نمبر 1 سوماتيك ثيرابي، بمعنى علاج الاعراض الجسمية، ان انا بدي ساتش اس فارم سايكو فارماكولوجي، ادوية نفسية. نمبر 2 سايكو ثيرابي، العلاج النفسي، والعلاج النفسي ليه تايبس كتيرة، ليه انواع متعددة، منها السي بي تي اللي هو كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، ومنها الجروب ثيرابي، منها الفاميلي ثيرابي، الانديفيدوال ثيرابي. نمبر 3 الترناتيف ثيرابي، العلاج البديل زي ايه؟ ارت ثيرابي، العلاج بالفن، زي استخدام مثلا الرسم، التلوين، النحت. الميوزك ثيرابي، العلاج عن طريق استماع الموسيقى، دي انواع من العلاجات بتساعد على تحفيز العقل والجسم على الاسترخاء. ما هو الرول اوف سايكاتريك نيرس توورد المينتال هيلث بروموشن ثرو 3 ليفلز اوف بريفنشن؟ دور ممارسه الصحه النفسيه لتحسين الصحه النفسيه خلال طرق الوقايه الثلاثه، في برايمري بريفنشن، وفي سكندري بريفنشن، وفي تيرشري بريفنشن. نمبر 1 البرايمري بريفنشن، الوقايه الاوليه، ايه الجول منها؟ بروموت المينتال هيلث اند بريفنشن اوف مينتال ديس اوردر، تحسين الصحه النفسيه والوقايه من المرض النفسي، ان انا بمنع حدوث المرض قبل يعني بمنع المرض قبل حدوثه. النيرسينج رول نمبر 1 تيتش البابليك اباوت الهيلث بروموشن ميجرز، بتدي هيلث اديوكيشن، ازاي الناس تحافظ على صحتها عن طريق ان هي eat well balanced diet، الحفاظ على الغذاء والوجبة المتوازنة، maintain on regular exercise، ممارسة التمارين بصفة مستمرة، sleep enough hour at night 6 to 8 hour، النوم الكافي من 6 ل 8 ساعات، avoid cigarette smoking، تجنب التدخين. نمبر 2 برينيتال ونيتال اند بوست نيتال كير، زي ما قلنا قبل كده ان من العوامل المسببة للمرض النفسي البور برينيتال كير، سوء الرعاية قبل واثناء وبعد الولادة، زي الاكسبوجر اوف البريجننت وومن، تعرض الام الحامل للتوكسينز اند الانفكشن، ايضا تعرض الجنين اثناء الولاده لللوس اوف اكسجين اند البرين تروما، ده كله بيعرض الجنين للايه؟ حدوث المينتال انس لتر فيما بعد. فمهم جدا من البرايمري بريفنشن ان يبقى فيه رعايه كويسه اثناء الحمل وبعد الايه؟ بعد الولاده. نمبر 3 اسيست نيو بيرنتس in learning parenting skills help them to practice and rule بلي، ان مساعدة الاباء الجدد في تعلم اللي هي مهارات الابوة عشان تساعدهم على ممارسة
الأبوة والأمومة ولعب الأدوار على أكمل وجه. Number 4, helping the parents learn to strengthen their child's self-esteem. إن الآباء يساعدوا أطفالهم على تنمية الثقة بالنفس عشان الطفل يقدر إن هو يقوم بالمهام بتاعته ويقدر إن هو يحقق أهدافه، عن طريق إن لازم الأب والأم يبقى في تشجيع مستمر منهم للطفل، أيضا يبقى في عدم فرض السيطرة عليه. Number 5, fostering bonding behaviors، تعزيز سلوكيات الترابط. يبقى في ترابط أسري. طبعا بتقوم العلاقات بين أفراد الأسرة لازم تقوم على قيم المودة والمحبة والرحمة والتسامح، ولازم الأسرة تعمل كوحدة واحدة متكاملة. ده بيساعد على بناء الثقة في نفس كل فرد من أفراد الأسرة، طبعا مما يقلل من حدوث المشاكل النفسية. Number 6, focusing on importance of family member relationship and responsibility. التركيز على أهمية العلاقة بين أفراد الأسرة، مهم جدا تكون العلاقة قوية وناجحة، وكل واحد يبقى عارف responsibility بتاعته، يبقى عارف ايه هي مسؤولياته ويقدر يقوم بيها. Number 7, focusing on importance of social support. التركيز على أهمية الدعم الاجتماعي، يبقى فيه مساندة اجتماعية. Number 8, teaching adolescent crisis intervention, stress management techniques and problem solving skills. تعليم المراهقين ازاي يتعاملوا مع الأزمات، ايه هي طرق التعامل مع الضغوط النفسية، ايه هي مهارات حل المشكلة عشان يقدروا يتعاملوا مع المشاكل النفسية. Number 2, secondary prevention. ايه الجول منها؟ management of mental illness and the prevention of communication. ان انا عالج المرض النفسي واعمل وقاية للمضاعفات. ايه nursing rule؟ Number 1, screening for early detection of disease especially for high risk group. انما بعمل كشف مبكر للمرض، خصوصا الناس اللي هم عرضة يحصل لهم المرض النفسي. Number 2, treating people after making a diagnosis in which psychiatric nurse will perform the following in management of cases. طبعا بنعالج الناس بعد التشخيص عن طريق ايه؟ اول حاجة administer psychotropic medication and give a client healthy teaching about the side effects of them. بتقوم الممرضة باعطاء المريض الادوية النفسية، تدي له healthy teaching، تثقيف صحي عن ايه هي السايد افكتس، الاعراض الجانبية للادوية. تاني حاجة education clients about the disease and teaching them certain skills زي assertive communication, stress management, problem solving skills. تدي تثقيف صحي للمرضى عن المرض، ايه هو المرض، ايه هو اسباب المرض، اعراض وعلامات المرض، علاج المرض. ايضا بتدي لهم تثقيف عن او بتعلمهم مهارات معينة زي مهارات التواصل، ازاي التعامل مع الاخرين، ازاي يتعاملوا مع الضغوط النفسية، ازاي يقدروا يحلوا اي مشكلة بيتعرضوا لها. نمبر 3, conduct various types of psychotherapy with clients. اجراء انواع بعض الانواع المختلفة من العلاج النفسي للمرضى. نمبر 4, maintain on safe and therapeutic environment clients. بنوفر بيئة علاجية آمنة للمريض. Observe and document the client's behavior. ملاحظة وتسجيل السلوك بتاع المريض.
set limit on patient behavior، وضع حد لسلوك المريض، support الفاميليز with mentally ill patients. طبعا بندي support، دعم للايه، للاسره، نعمل مسانده للاسره اللي هي بيكون عندها فرد مصاب بالمرض الايه النفسي. بعد كده بنعمل referral to other therapists for additional treatment. لو البيشنت المريض محتاج ان هو يتعمل له علاج اضافي، بيبدأ تحويله للأذر ثيرابيستس زي الفاميلي ثيرابي العلاج الأسري، والكابل ثيرابي اللي هو العلاج الزوجي. نمبر 3 تيرشري بريفنشن، الجول منها reducing residual effects of disorders and providing rehabilitation، التقليل اللي هو من الآثار الجانبية للمرض وإعادة تأهيل المريض. nursing role encourage client on compliance with medication and how to control side effects. مهم جدا بتشجع الممرضة المريض بانه يلتزم بالدواء، وان هو يعرف ازاي يتحكم في السايد افكتس، يسيطر على الاعراض الجانبية. نمبر 2 maintaining الفولو اب ان اوت بيشنت to monitor and evaluating the client's progress. مهم جدا الحفاظ على المتابعة في العيادات الخارجية بعد ما يخرج مثلا من المستشفى، مهم جدا ان هو يتابع في العيادات الخارجية عشان يشوف الحالة بتاعته وصلت لايه، طب مدى التطور في الحالة بتاعته. نمبر 3 teaching the client certain social skills job training before returning to the community. قبل الخروج المريض من المستشفى، مهم جدا من دور النيرس ان هي، او من دور المستشفى ان هي توفر له اللي هي المهارات الاجتماعية، تعلمه، تعمله تدريب على مثلا كرافت معين، حرفة معينة، عشان يقدر ان هو يلاقي مثلا وظيفة او يلاقي حاجة ان هو يشتغلها بعد ما يخرج من المستشفى. نمبر 4 continue to meet the family of patient and support them. يبقى في استمرار في لقاء الاسرة والمريض وعمل دعم ليهم. نمبر 5 identify symptoms trigger relapse. من الرول اوف نيرس ان هي بتدي education للبيشنت about symptoms اللي هي ممكن تعمل لي ريلابس، انتكاسة للمرض مرة اخرى. manage signs and symptoms of trigger relapse. لو حصل ريلابس بيعمل ايه، ازاي ان احنا نعالج الاعراض والعلامات بتاعت الريلابس. number 7 teaching the clients self-advocacy skills and assisting with self-care activities. ان هي بتعلم المريض مهارات الدفاع عن نفسه، بتعلمه ازاي يعمل self-care، رعاية ذاتية لنفسه. شكرا لكم سنة رابعة، وان شاء الله تستفادوا من المحاضرة، ويا رب التوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.